لو الحكاية فيها إن فيتو هي الأميرة جوفار دي كانت عمة الملك فاروق، وهي اللي عملت المساكن ديت على أساس إن هو مشروع يدر عليها فلوس. فكانت الناس بتأجر الشقة ب2 جنيه ونص و3 جنيه، المحل برضه كذلك. وهي دلوقتي بقت تبع وزارة الآثار ولا؟ لا، هي أما حسن الملك مشي من مصر من هنا، فابتدت الدايرة تبيع أملاك الآلة الملكة. ففي ناس من هنا تجار اشتروا أمارات بحالها، وهي ساكنة في سوق حتى دلوقتي. اشتروا كله السندكات تحت العالم فيه، بس احنا في لغاية النهاردة هم ما يقدروش على الشغل اليدوي. أي شغل مكن يقدروا عليه، لكن عند اليدوي اللي هم بيشتروا من هنا اليدوي. طيب يعني الصيني بيجي يشتري الحاجات اليدوي من هنا، اما شغل المكن هم مقدورين عليه يقدروا عليه، لكن قلت حاجه يدوي ما يقدروش عليه. يدوي شغل النفخ الازاز وده كله يدوي. الاقبال اكتر على اليدوي ولا الشغل المكن؟ حسب السوق، مش حسب الشغل، حسب السوق. حسب السوق يعني، في لما بيكون في سوق. النهارده عشان احنا بقالنا 4 سنين السياحه ميته، فالشغل ده ولي قيمته مهما طالت الزمن. وليه زباينه بقى؟ وليه زباينه طبعا. مش الشغل ده ده ناس ما عارفينه. بقول لك الصين ما تقدرش عليه. هي بتيجي في شغل المكن اقول لك يقدر عليه، لكن الشغل اليدوي ما يقدرش عليه. دي حاجه ورش. هيك تعرف بقالها قد ايه العمارة دي؟